تنطلق جائزة كبكو تمكين للسنة الرابعة التوالي، مقدمة للشباب المبادرين وأصحاب المشاريع في مجال التكنولوجيا. الفائز بالمركز الأول له 100,000 دولار خدمات و 15,000 دولار كاش، والفائز بالمركز الثاني له 10,000 دولار، والمركز الثالث 5,000 دولار. شروط التقديم أن يكون المشروع والشركة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وأن يكون عمر المتقدم ما بين 18 إلى 33 سنة، وأن يكون عمر المشروع أو الشركة لا يتعدى 5 سنوات. أدخل بياناتك عن طريق التقديم عبر موقعنا، وحضور اللقاء التعريفي وأخذ مواعيد التصفيات وحضور جلسة التصفيات الأولية، وراح تتأهل أعلى 3 مشاركات للتصفيات النهائية في أول يوم من المؤتمر. شارك معنا واثبت جدارتك في جائزة كبكو تمكين.